بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل فكرة جميلة جدا. اللي معايا دي هدية من الهدايا التذكارية اللي بنجيبها من أسوان، شكلها جميل قوي وعجبتني، فكرت إن أنا أعمل حاجة تاني جنبها بنفس الألوان بتاعتها، الألوان بتاعت النوبة الجميلة، الأورنج والأصفر والأحمر البنفسجي، فحبيت إن أنا أعمل أي شكل زخرفي جميل كده جنبها يبقى من نفس النوعية وتحطوا الاتنين مع بعض. فكرت طبعا في القلة الصغيرة اللي عندي القديمة قوي اللي مركونة ما بعملش بيها حاجة، صنفرتها الأول بصنفرة عشان أشيل منها أي حاجات بارزة واتمسحت كويس، وبعد كده بأسسها بالبلاستيك الأبيض، وهبدأ بعد كده بعد ما البلاستيك الأبيض ينشف هبدأ أشتغل على القلة دي، نخلي منها شكل تاني خالص مختلف، تبقى قطعة ديكورية جميلة قوي بأقل التكلفة. بعد الابيض ما نشف استخدمت نفس الالوان اللي موجوده في الشكل اللي وريتهولكم في الاول اللي جنبي على الترابيزه ده، وابتديت الون القله بالعرض لمجموعه الوان. طبعا هي لو كان دخل فيها الازرق السماوي والاخضر كانت هتبقى الوان النوبه الجميله كمان، بس انا حبيت التزم بالالوان اللي موجوده في الشكل الصغير اللي قدامي، شكل البنوته النوبيه. عملت الأورنج والأحمر وببدأ أخد الباقي ما بين أجزاء عريضة أو رفيعة، يعني بمشي حوالين القلة كده باللون، ممكن ياخد شكل عريض زي الأورنج، ممكن ياخد خط رفيع زي الأحمر. دخلت الأصفر، كده الالوان بتاعتي هي حطيتها. هبدأ اشتغل بقى على الالوان، جهزت الفرش بتاعتي وهما نفس الالوان اللي عملت فيها بيها الخطوط اللي بالعرض، هشتغل بنفس مجموعة الالوان، احاول اعمل الاشكال المعروفة في النوبة اللي هي في الغالب في الفن بتاعهم بتبقى اشكال زخرفية هندسية كده، بس بحاول اعمل فواصل. الفواصل دي انا لو كنت عملتها بالقلم الرصاص كان يبقى افضل، انا عملتها بالقلم البورد الاسود. بعمل فواصل عرضية عشان تفصل ما بين كل رسمة والتانية، لكن هي بالقلم الرصاص كان يفضل عشان ما تبقاش باينة. يعني بغير الارتفاعات بتاعتي وبحط حرف القلم سن القلم على القلة وبلفها كده بحيث احاول يعني اطلعه خط مستقيم. الشكل المعروف قوي على البيوت النوبية او في الفن النوبي شكل الزجزاج ده، سبعات تمانيات كده شكل الزجزاج، ومنه بقى بيتكرر ويبدأ يدخل فيه الألوان، فأنا خدت اللون الأصفر وعملت شكل الزجزاج سبعات وتمانيات كده فوقيه وتحتيه، وهبدأ ألونهم بنفس الألوان اللي موجودة على القلة دي. من أهم الأشكال الزخرفية اللي دايما بتلاقيها على بيوت النوبة في أسوان. ابتدى أدخل اللون الأحمر في بعض المثلثات، التمثال النوبي الصغير اللي وريتهولكم في الاول الالوان متغطيه بالرسم بالتنقيط، فحاولت ان انا استخدم على القله بتاعتي دي ان انا ارسم بالتنقيط برضو. عايزه اقول لكم ان الرسم بالتنقيط من الحاجات الجميلة قوي في نوع من أنواع المندالة. أنا عندي على القناة قايمة بحالها لشغل المندالة اللي يحب يرجع لها، المندالة وإزاي بنرسمها والوحدات الزخرفية بتاعتها وإزاي يبقى عندي أدوات بديلة عشان أعمل بيها التنقيط، وده اللي هتشوفوه معايا دلوقتي لما نيجي نرسم بالنقط. كده جزء من القلة عملته بالشكل الزجزاج، زي ما انتم شايفين هبدأ اعمل التنقيط بأي ادوات عندي تديني شكل دوائر مختلفة في القطر بتاعها. يعني اللي قدامي دي سرنجة بتاعت حقن، ببدأ جوه الموف اعمل دوائر صفرة مثلا. ظهر الفرش، دبابيس الطرح، حاجات كتيرة او في البيت ممكن انك تستخدميها للتنقيط تدي شكل دوائر مختلفة في المساحات بتاعتها. ادي شكل الدوائر اهي بتدي منظر جميل. ممكن المساحات اللي بين الدايره والتانيه
اعمل بالاصفر برضو واشوف حاجة عندي تدي دايرة اصغر شوية، واربط ما بين كل دايرتين كبار بدايرة صغيرة. رسومات المندالة بالدوتنج او التنقيط، لما الواحد بيرسم اي شكل بالنقط لو على شكل مسطح بتبقى افضل، لكن مثلا القلة او الصخور او الحاجات اللي سطحها مش مستوي بتتعب شوية في ان اللون لو سايل بيبدأ ينحدر كده، يميل وينقط، يسيل يعني، يسيل على جوانب القلة. فلما الواحد يرسم بالنقط على اي شكل زي شكل القلة دي، عايز اللون يبقى تقيل، وهتلاقوني كل شوية ارفعها اخلي وشها تحت وظهرها فوق والعكس صحيح، عشان اللون ما يسيلش معايا في ناحية واحدة. الاسود اللي انا عملته بالقلم بحاول اغطيه برضو بشكل دواير عشان تبقى الدوار دي فاصل ما بين اللون اللي فوق واللون اللي تحت، او اذا كان لون واحد يبقى انا هعمل اشكال مختلفة حواليه. بصوا القلة عمالة اطلعها وانزلها عشان السيولة بتاعت الالوان بس ما تنحدرش عليها. عملت الدوائر الموف وتحتيها دوائر أصغر منها، دي بسرنجة ودي بظهر فرشة، المهم يبقى عندنا أدوات مختلفة في تنقيطها. بستنى لما نشفت شوية وببدأ أجيب الخشب بتاع الشجر، عندي بحط فيه دبابيس الإشاربات. بصوا ببدأ بقى أحط راس الدبوس في اللون مرة واحدة وأعمل بيها كذا نقطة تحت بعضهم، فبيطلعوا مختلفين في المقاس. يعني أول ما تطلعي الدبوس من اللون يديك الدائرة الأكبر، أحطه بعديها مرة واتنين ابدأ اديني دوائر مختلفة شوية. الخط الأحمر اللي فوق عملته برضو شكل الزجزاج كده، ابتدت أكرر شكل الزجزاج تاني في اللون الأحمر أهو بالشكل ده. ممكن أدخل جواه دوائر، ممكن أدخل جواه أي حاجة تانية. بتتعمل دوائر في الجزء اللي تحت برضو مختلفة في النسب بتاعتها. عملت كمان لو تلاحظوا على الحرف بتاع القلة من فوق، كل دايرة كبيرة ممكن امشي حواليها بدوائر اصغر منها شوية. هي من الفنون الجميلة او الرسم بالتنقيط او اشكال المندالة بشكل عام، بتبقى جميلة قوي مريحة لنفسية الواحد وهو بيشتغل بيها بصراحة. ما بتكونيش حاطة شكل محدد في دماغك، لكن بتبتدي وتلاقي نفسك ماشية بقى طوالي. أنا هنا دخلت الأبيض، الأبيض نطق قوي قوي الألوان على فكرة. لما بتدخلي نقط بالأبيض حطيتها هي بدأت تظهر قوي الألوان. الخطوة دي بقى ببدأ أعمل حاجة مهمة قوي بعملها في أي مندلة دوتنج، اللي بعد ما كل الدوائر تنشف خالص، كل صنف او حجم من الدوائر اعملي لون تاني جواه بدايره اصغر، هتلاقيها نطقت الشكل. يعني بصي الشكل قله دلوقتي وبصي عليها في اللقطات اللي جايه كده، هتلاقي ان كل دايره كبيره لما بدخل جواها لون تاني بدايره اصغر بيبقى شكلها فعلا نطق اكتر. يعني بصوا الموف حطيت جواه مثلا اصفر وهكذا. التفنيش ده بيتعمل طبعا بعد ما كل الالوان تنشف، بتبتدي بقى فعلا اهو الشكل قدامنا كده، كل دايره حطيت جواها دايره لون تاني، الابيض حطيت جواه احمر، الموف حطيت جواه الاصفر، حطيت جواه موف والموف جواه اصفر وهكذا. ادي الشكل النهائي بتاعها، يا رب الفكره تكون عجبتكم. الابيض حطيت نقط صغيره قوي بالابيض ما بين فاصل والتاني، اتمنى الفكره تكون عجبتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه ونفعل زر الجرس. اشوفكم بخير ان شاء الله.